أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت بقصتنا الغريبة. أنا من الله طلبت سامحني حبيبي، لولا عليك كذبت عم بيعملوكي منيح؟ كيف بدي اكون مبسوطة وانا بطلت انا؟ ما فيني اعيش على طبيعتي الا وقت افوت على هالاوضة واتفرج على هالكم صورة اللي بقيت لي بشنطة دينا. يا ريت في اخذ شي صورة، لأنه قلت ما عندي صور انا وديما. هلا بشوف لك مرق معي كم وحدة. طيب ما قلتي لي ما عم بيعملوكي منيح؟ طب دلال على سلامتها. بحبها كثير وبحترمها كثير، بس مشكلتي مع بنته لجلال. ما انا طايقني مع حضرة جنابه اللي بعد 100 بهدلة بيسمعني كلمة حلوة مقبولة نوعا ما. حسب ما شفته بالصورة شاب حلو. انا ما قلت غير هيك. متى انه هالقد عاطل؟ من وين طلع لك هالاستنتاج؟ ركز بعيونه بتعرفي. ما مشكلتي اني ما عم بقدر ركز. جربي وبأكد لي تكوني ربحانة. تفرجي تفرجي. فرجيني؟ يه كيف ما انتبهت له قبل؟ لهيدا فارس حبيب؟ من وين بتعرفي؟
هيدا محامي من معارف جلال. جلال بيعرف هيك نوع عالم؟ شو قصدك بهيك نوع عالم يعني؟ خواجة فارس بقدم لنا فيلته ببلغاريا بالتنسيق مع مدام جوجو، مجبورين نروح لعنده بنقي وحده منا تيكرمها على الاخر. هيك لكن معقول جلال يكون معه خبر؟ ما بعتقد، هيك نوع رجال بيشتغلوا بالمخفى بخافوا عصيتهم. انت قادرة؟ على كل حال رح شوفه بعد شوي، في عنا سهرة مشتركة نحن وياه. طيب ما رح اخرج، رح اخد انا هالصورتين مع انه استكار لبيناتهم، بس مبينين حلوين انا وديما. كنت تخبرني عنا ديما، كانت تغار منكم ما هيك؟ بس تغار كانت تفتعل 100 مشكل وتقول انه هي منيحة. ان شاء الله ما تكون رايحة معنا هالجولة. انت وحظك، لوين رايحين اساسا؟ عنا عرض بايطاليا، عرض ازياء، فرايحين لهونيتا بس ما عندي جلدتها، واذا بدي اتكل على حظي مش هالقد منيح. نعم فرجينا شطارتك الليله. اوكي خلص فارس، حل عنا للبنت. هيدي بنتي ومسؤوليتي. اوكي ما بقى تحكينا عن مسؤوليتك عن بنتك ولا عن حياتها ولا عن مستقبلك، انت كل اللي بيهمك مستقبلك. وإذا فيني اسألك سؤال، شو بك انت هالايام؟ ما عم بفهم، عدائية هجومية، ما كنت هيك؟ مستسلمة، اي مستسلمة، انا كنت مستسلمة لإلك، يمكن الموضوع كان بيتعلق بحياتي الخاصة، بس لما صارت الامور بدق ببنتي بحياتها وبمستقبلها وسمعتها، لا فارس ما بقى في دل مستسلمة لإلك. طيح من هون. واو كثير حلو، مبروك مزوق حبيبي. شفتي كثير حلو، مبروك حياتي. ميرسي كثير. مساء الخير. اهلين اهلين، كيفكم؟ الحمد لله. شو الصدفة الحلوة مدام دلال هون؟ ايه ميرسي. حنان بنتي اصرت تيجي تقول بنوي لينا. يا خسارة، لينا ونادر نايمين، رح اطلع طلع عليهم وارجع بالاذن. مدام دلال شو رايك تيجي معنا على الحفلة ونخلي حنان تروح مع جلال بيك وزوجته؟ منشوف كمان بالاذن. حنان حبيبتي بنشوفك بالحفلة، بنشوفكم بالحفلة. اوكي اكيد اكيد. هويدا تفضلي تفضلي. عجبك سوليتير؟ كتير حلو، يا ريت انا جوزي بجيب لي هيك خاتم بس نتجوز، بس عن جد ما حدا بيعرف حظه بهالدنيا. ما تزعلي، كل شي بيتعوض، اللي وعدك فيه المرحوم وما حقق لك جلال بحققه، واذا عجبك سوليتير خدي اعتبريه من المرحوم، وما بعتقد في فرق بين المرحوم وجلال، ما هيك حبيبي؟ ديما ما بعتقد انه خاتم زواجنا بيناسب اصبع، ومش مناسب انك تفرطي فيه. ايه معك حق. هلا انا ما بدي اسمع ولا تعليق، اوكي؟ بأمرك شو علي؟ شو علي؟ صار لي 20 سنة ممنوعة من الحكي والتعليق، تعودت تعودت كوني زوجي العمياء الخرسة. إذا حطيت عينك على ست دلال بتأمل إنه خطتك تنجح، بتكون بس تعودت تعيش مع المرحوم نزار، ما فيها تعيش معك يوم واحد. ليش هو بشو احسن مني يعني؟ ها؟ تصبحي على الف خير،
بدي اياك تطولي بالك على مرت بيك، لانه بس تتعرفي عليها رح تحبيها كثير، وبابي بحبها كمان. اوكي؟ يلا جود نايت. بابي ما بيحبها وانا ما بحبها كمان. فارس، سؤال صغير، انت عندك شك انه حنان بنتك؟ وادي هلا بشرفك ما تكفي، خلصنا بقى. لا بدي كفي، انا ماني شايفه بيبي عامل بنته بهالطريقه. انا عم بفهم سبب معاملتك لالي وعم بتحمل، بس بنتك كرامتها هي كرامتك وسمعتها هي سمعتك. ليه عم بتخليها تصير هيك ذليله وعم بتمرمغ لها كرامتها بالوحل؟ وايدا انا ما عم بفهمك، انت ما بتشوفي لقدام؟ ما بتشوفي للمستقبل؟ وايدا الايام اللي عم نعيشها هلا ما في، ما شو بدي اقول لك، ما في منيح وشر وضعيف وقوي، يعني ما شو بدي اقول لك، ما في حب وكره. نحن عم نعيش عصر الربح والخساره. ايه ربح وخساره. حلو. نعم ربح وخساره. هذه الايام اللي عم نعيشها، نعم يا هويدا. مثل شي قضية بمحكمة. ايه قضية بمحكمة. الربحان هو البريء، والخسران هو المتهم والمجرم، والربحان هو كفي، ليه سكتت؟ هلا مش وقتها. مدام دلال. استاذ فارس بعدك ناطر؟ أنا بنطر للصبح بس لا ترافقني. ميرسي، ما راح أقدر رافقك. ليش مدام؟ لأني وعدت لينا بن جلال إني ما أتركه ولا لحظة. وعد شرف. طيب اوكي. ما بدك ترافقي المامي والبابي؟ تفضل. تفضلي ماما. لا هلا صار إلك زوجي وهيدا محلها. لا انا بقعد كتف على كتفك. تفضلي مادموزيل. تعب لي حالك كثير بهالشغل يا ابو بسام. بعدك مطول بجنينه عند مدام دلال؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ كل ما اقول خلصت او قربت اخلص تطلع لي هاي المجنونه المسرسله بشغل جديد. مين بتقصد؟ مين غيرها؟ جنان. بهاي معك حق، جنان مسرسله بكثير، حتى بخوفها على مدام دلال. كل يوم تطلع لي بشغل جديد بجنينه. الله بعينك يا ابو بسام. المهم تقبض. ابننا بحاجة كتير لأكثر من دكتور وأكثر من معالجة وأكثر من مصح وحتى أكثر من مركز علاجي، كلهم بدهم مصاري. يا لطيف، مين بقول بالآخر إنك بتشتغلي مثل خادمة. وأنت يا أبو بسام، أنت شو؟ المهم ابننا يستفيد ويرجع يمشي على إجريه حتى لو بعد سنين. المهم ارجع شوفه عم يمشي بعيوني، بس يشوفني يركض يلاقيني. يا هلا يا هلا، نورت مدام. تفضل. ابو احمد كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. بتعرفي نقش للبيك شو وينك؟ ما عدت تلفنتي ولا رديتي على اتصالاتي؟ ولو شو نسيت الايام الحلوه اللي قضيناها سوا؟ بعد ريحتك هي ذاتها. شو عم تعمل هون؟ نزل ايدك. شو عم تعمل هون؟ شو عم بصير؟ شو عم بصير؟ طلع لبرا، طلع لبرا. مين عزمه هيدا؟ انا عزمه. كيف تعزمه؟ كيف تعزمه؟ انا لو عرف انه موجود ما كنت جيت اساسا. جلال بيك، هذا رجل عميل مثله ومثلك. لا مش مثلي، هيدا واحد غشاش نصاب حرامي. جلال بيك، هلا انسى الموضوع وخلينا نكفي السهره على رواق وتفضل. معلش، روق لي اعصابك بشرفك. جلال بيك كرمالي، تفضل. تفضلي. تفضل.
اهلا وسهلا فيكم. محتالة وملعونة، ما تخافي عليها منهم، خافي عليهم منها ومن جنونها. حكايتك انت؟ شو عم بتخطط؟ ليه شو في؟ منو هذا الزلم اللي عزمته؟ ولشو عزمته؟ لك فارس، إذا ما بتلزم حدودك والله لا جرتك، لأفضحك قدام الكل، واللي يصير يصير. بيك أنت عايش بالقرون الوسطى أما شو؟ إي نعم، ورح أبقى عايش بالقرون الوسطى، وإذا مش عاجبك طلقني، وتجوز وحدة عايش بالقرن 30، يا أبو 30 أنت. أنت حسابك معي بعدين. عم تهددني؟ نعم. حل عني، مش طايقتك بقى. رحمك يا بيي، دنيتني هربتني. طب منزعج من اللي انا قاعد اعمله. معقول؟ خبرك خبرية خبرتني اياها رفيقتي. رفيقة شو بتشتغل؟ ولاو موديل. إذا رفيقتي رح بتكون موديل ما رح تكون محامية. أكيد ما رح تكون من هالمستوى. خبرك الخبرية. تفضلي. بالإذن. سوري. هي خبرية كتير حلوة. قال هونيك نهار دقت لها صاحبة الايجنسي اللي متعاقدة معها زميلتي، وقالت لها تحضر حالها لأنه معزومين لمدة أسبوع على ابن ماريا. هيدا حكي رفيقتي. كفي مدام ديما. العزيمة فول بورد. بأوتيل؟ لا، بفيلا لصاحبة دعوة. هيك بتقول رفيقتي. فيلا ما بيعرف عنها لا مرته ولا عائلته ولا ولاده ولا زملائه المحامين. أنسي تخبركن صاحب الدعوة محامي. شو صار بعدين؟ العزيمة صارت والبنات سافروا غصب عنهم مع صاحبة الايجنسي من المطار على الفيلا. وبعدين؟ وبعدين؟ شو رأيك؟ على كل حال رح اتركك تحلي الخبرية على راحتك، وصدقيني حتى لو ألفتي 20 نهاية ما رح توصلي للحقيقة. بتعرفي ليش؟ لأنه الخبرية بعدها مكفاية، بعد ما خلصت. شو متر فارس؟ شو حكمك على المحامي زميلك؟ مين أنظف؟ هو ولا صاحبة الايجنسي اللي جبرت الصبايا على هيك سفرة؟ على كل حال في عندي كتير اخبار عن هالمحامي، وكل سفرتهم في لهم صور بيشهدوا عنهم حسب قولة رفيقتي. شو حنان ان شاء الله مش زهقان؟ ده يا زهقان. سوري تأخرت شوية بهالاتصال. مش حرام عليكم جبوها معكم على هيك سهرات؟ بكير عليها لاحقة، بكرة بعد كم سنة بتتجوز وبيبلش الهم ووجع الراس. أكيد عم تفهم علي. أنا ما عم بفهم. حنان زهقاني.
طيب طيب يا زياد، إذا ما فرجيك ما بكون أنا عمك. استفدتلك، شوف وينك. كيف الجامعة؟ كتير بتهمك الجامعة؟ أكثر ما بتتصور. على كل حال ما بلومك على أمنتك. قدمت الامتحان النهائي، يعني فيك تقول امتحان التخرج. بدك تسألني كيف كانت الامتحانات؟ حابب كتير أسألك بس خايف تجاوبني زيت الجواب. أما كتير تعرف الامتحانات؟ أكيد نجحت، لأن ما في قدامي خيار تاني. أي خيار تاني معناه الضياع. أو شو زياد؟ كفي كفي. أو خايف تطلع مثل بيك وعمك؟ مجرد إعلان النتائج وحصولي على شهادة جامعية مصدقة رح سافر. سافر؟ لوين؟ رح كفي للدكتوراه بأمريكا. أمريكا؟ أمريكا يا زياد؟ فرصة حتى بعد عن فرصة حتى كفي للدكتوراه. طمن، ما رح أطلب منك مصاري. صمت شوي من شغلي. صاحب الشغل مكفى وموفى، دايما كان معتبرني ابن لإله. اعطاني مبلغ من المصاري لهيدا التعويض، مع انه ما بيطلع لي تعويض. مجرد ما اوصل الشغل مضمون. عندي صاحبي بديترويت، بيو عنده شبكه مطاعم لبنانيه، رح يعمل لي الشغل والسكن والفيزا وكل امور الجامعه. والاغلب ما ارجع حتى بعد الدكتوراه. هون ما في لا امثالي غير الذل والتعاسة والشقة والتعتير. أصلاً شوي ما بيبقى ببلادنا غير الختيرية والزعران والحرامية واللي عندهم بس طموح وإمكانات ذاتية. زيال، ممكن تسامحني بيوم من الأيام يا ابني؟ ممكن؟ شكرا كثير على العشاء. بس قبل ما نمشي، انا وجلال حابين نعزمكم على السهره بعد بيومين، اكيد بنقلكم وين. حابين تكون فرصه حتى اتقرب منكم اكثر واتعرف عليكم اكثر. اكيد كمان رح منقول لنصيف بيك ومدامته. طيب نمشي؟ يلا. يعني غلي مش حرزيني، بس بتضل تعلمك يا حبيب قلب عمك. معليه مدام ديما، نحن رايحين على البيت.
ايه بعرف، نحن منوصلها بسيطة بكفي هالقد. يي متر فارس، اقنع بنتك ومدامتك. هيدي هويدا، خليهم يوصلوها، شو فيها؟ فارس أنا قلت لا، يعني لا، معني؟ إذا ما بدك تسوق فينا أنا بسوق. خلص خلص اتس اوكي، يلا مش الحال. مع السلامة جميعا، باي باي. بالإذن، باي. أنا عيان إنه ما تتعاطى مع فارس حبيب ولا تتحدى. أنت أكثر وحدة بتعرفي إنه فارس بلا أخلاق، ممكن يستعمل أي سلاح ضده أو ضدي. بعرف، بس كمان بعرف إنه ما في أي سلاح بخوف ديما. أنت قلبك طيب، فارس واللي مثله عندهم أكثر من سلاح ضده، كلها أسلحة مصورة. آه فهمت، بتقصد مضيع. ايه قضية قضية. صرت شك بشو؟ بأشياء كتيرة، ومن ضمنها ديما ومضية. عن جد انت قلبك طيب. قصدك تقول مجذوبة؟ لا مقبولة منك، معلش، بس صرت انا متأكدة انه ديما مش مثل ما بتظن، ومش مثل ما بيظنوا المغفلين امثال فارس حبيب ابدا. انت لو شفت وجهه كيف صار لما جابت سيره بلغاريا. هلا كان المقصود فارس حبيب؟ 100%. استغليتي اني التهيت مشان تولعي حرب مع فارس حبيب يكسب فيها ضدي؟ وحتى لو كنت موجود كنت رح اقول اللي قلته. خلينا نوصل ماما دلال ونكمل بالبيت. حنان انا ما بفهم شو عملت الليلة انت. اتركها للبنت. بابا جلال بحب مرته. بحبها هيك؟ اسمعي من اللي حكي، هو بويدي وهي بويدي. غلطان، اسألني انا، اللي انا بشوفه انت ما بتشوفه. بنتي بيك ما بيشوف الا اللي براسه، وهلا براسه ما في الا الصوره. انت جسد بيوصل لجلال، وجلال جسد بيوصل للنيابه وللوزاره والى اخره الى اخره. بنتي تعي انت نامي وارتاحي، وشيلي كل حكيت بيك من راسك، شيلي الصوره وكل طموحاته. انا ما عندي اي مزاج لاي تعليقات، اوكي؟ لا بس حب اسالك سؤال صغير، هيك صرنا لوحدنا. انت ليه بدك تفرض جلال على بنتك بالقوه؟ زلمه مجوز ويمكن بحب مرته مثل ما قلت لك. مستحيل يحب مرته. ليه بالله؟ شو هي فاكهه عوره او شو؟ وبعدين افرض انه بنتك هي بتحب. طيب شو بك انت بهالموال هالايام؟ ليه؟ انه مش طبيعي تكون بنتك مغرومه، يكون في عندها حدا بحياتها؟ لا لا ولا. ليش لا لا لا؟ شو انت بتعرف كل شيء عنا؟ اي نعم بعرف كل شيء عنا، كل شيء. ايه كيف بتعرف كل شيء عنا؟ وانت شغل ليل ونهار، اجتماعات، شي بمكتبك شي برات مكتبك، وسفرات. دخلك عفوقه، تذكرت. انت لما عم تسافر على بلغاريا، وين عم تنزل؟ عندك فيلا؟ ما عندك فيلا عم تنزل فيها هونيك؟ هويدا ما تروحي لبعيد بليز. ليه ليه؟ ليه عم بتسافر على بلغاريا بالذات؟ شغل شغل! يعني ليكي ما عندي أي مزاج أقعد أتسمع على سؤالات بقلبهم شك، أوكي؟ كمان ما تكتر كتير من هيدي الحبوب اللي عم تاخدها، هيدي المقويات تقتل، وخصوصا يلي بعمرك. لا ما تتهمني اني عم نبش لك بجيبك، اخر هم عندي. بس انت وقت كتير عم تنسيهم على الكومودينا، وخصوصا لما تكون رجع من سفرتك. قلت لي سفرتك على بلغاريا شغل؟ هويدا صباح الخير. انت من اهله.
جواز تحدودي ما بحق لي اعزمهم. بلا، بس بالاول استشيريني، خذي رايي. ليه حضرتك استشرتني لما قبلت عزيمتهم؟ ما فاجأتني قبل كم ساعة. طبعا يحق للزوج ما لا يحق للزوجة، خصوصا إذا كانت زوجي بالاسم. حضرتك شفت النتيجة، أصحابك حاولوا يتخطوا حدودهم معي، حاولوا يعملوا من موضوعي مسخرة. هيدا اللي خايف منه. بالحفلة اللي حضرتك عزمت عليها يتجاوزوا حدودهم أكتر، وأنا ساعتها بعمل مشكل كتير كبير. طمن جلال بيك، هالمرة ما راح يصير إلا اللي أنا بدي يصير. ألو، أي ماما تلا؟ لا، حضرة الست سمعتني محاضرة وفاتت اثنين. الله يسامحك. أوكي أوكي، تصبحي على خير. سامح امك، حتى اسمها تركت لي اسمها وكل الاخبار اللي بتدور حوله، بس كل شي بهون كرمالك، كل شي. نرجع مني Thank you.
بتحبي لجلال؟ جاوبيني بصراحة. أنا مني مثل بيك، أنا معك شو ما كان موقفك. قولي لي بتحبي؟ ماما صحيح أنا بسيطة، شخصيتي أضعف من شخصية بي، بس مني هبلة لهالدرجة. ما جاوبتيني. ماما حبي لجلال زل، جلال بحب مرته. المحرج بموقفي إنه بنته لينا تتعلق فيي. أنا أداة بإيد بي، والبنت أداة بإيده. يعني ما بتحبي؟ أكيد ما بحبه، وجلال ما بحبني. بتحبي حدا تاني؟ عطليني هم مشاعري؟ أكيد. مش أنت بنتي؟ وافترض بحب. بدعي لك بالتوفيق. حتى لو ما كان على ذوقك. المهم انك تحبي وهو يحبك. بس؟ ما في شروط تانية؟ بلا، يكون آدمي وأخلاقه عالية، نيته طيبة، بحبك حب صادق حقيقي، مش مزيف ولا جسر. ملامحك فضحتك. ما رح اسألك مين الحبيب ولا شو اسمه، بس المهم هو بحبك. انت بتحبيه وهو بحبك، اخلاقه كيف؟ طيب ادمي، عيلته كيف؟ اوكي بحبك، ادمي، اخلاقه عالية، انا معك شو ما كانت عيلته. بالنهاية انا ما في حملك اعمل بيك، ولا في حمل اي ابن اعمل عيلته. انا معك، رح اوقف حدك وادعمك شو ما كان موقف بيك. يلا وهلا بدي اياك تروحي تنامي وترتاحي. الله يسامحك يا فارس. وفاء، وفاء، موري مدام. عادي وفاء، تعي عادي. شو بكي؟ ليه زعلانة؟ في شي اخبار جديدة عن ابنك؟ يا ربي نحن شو ذنبنا؟ والله بحياتنا ما أذينا حدا، لا أنا ولا أبو بسام. بتمنى إلى السوء والأذية لأي إنسان. ليش تعمل فينا هيك يا ربي؟ ليش؟ خلي إيمانك قوي وافترضي أجرمنا أنا وأبو بسام. ابننا شو ذنبه؟ ما بيكفي عم بشتغل خادمة من بعد ما كنت ست بيت، وأبو بسام عم بشتغل خادم. أنت بتعرف أنك منك خدامة هون، وأبو بسام كمان. هلا روقي، خبريني، احكي. ما تعت الهم، ما تدعت الهم، ما تلحق توصل على المغفر تعطي شهادتك بتكون رجعت. انا ما عندي شك ولا 1% فيك، هلا رح اتصل بالمغفر. بشكرك على ثقتك معلم، واطمن انا ماني خيفان، صاحب الحق ما بيخاف. هيك بدي اياك، دير بالك على حالك. لوين هيك بكي؟ سافرة على بلغاريا، بدي اقضي كم يوم انا واصحابي بالفيلا تبعيتنا.
عندك مانع؟ تأمر شي يا بي؟ سلم دياتك وبعد شوفي. ألو، صباح النور، كيفك اليوم؟ فقت منيح؟ هلا بعدني عم بشرب. طيب طيب طيب، روح روح، هلا أنا ورايح بقطع صوابيك وبشرب قهوة معك كمان. حاضر حاضر، أوكي، يلا باي. بونجور. صباح الخير. كنت ماشي بدك شيء؟ بعدك زعلان مني؟ لا مش قصة زعل. طيب بعدك عتبان علي على تصرفي امبارح؟ لا كمان مش قصة عتب، بس بدي اياكي تفهمي انه اللي قلتيه لفارس كثير خطير وما بعتقد رح يمرق لك اياها على خير، وما بدي خوفي عليكي تأجلي مشروعي تجاه الزلمة لأني حاطه براسي من سنين وكل مرة بصير شيء بخليني أجل هالمشروع. ما فهمت. مش ضروري. بجيب لك شيء معي؟ باي. جلال يا ريت ما تنسى تعمل الفيزيوثيرابي تبعك اليوم، لأنه من امبارح حاسة عليك أنك موجوع. مش مشكلة، شكرا. بس وجع إجري مش كتير مهم، في كتير أشياء غير وجعتني أكتر. باي. شو في؟ شو صار؟ هلا سمعت بالخبرية؟ لا يا أخد وزياد. روق يا خي، طول بالك، ما تعطي الهم، صار بطريق الرجعة لعنا. يمكن ما بتعرف مدى محبتي وثقتي لزياد، بس كان ضروري يروح لإجراءات روتينية. طيب شو الخبرية؟ شو الموضوع؟ يا خي امبارح أنا مسرب الساعة 1 بالليل، تذكرت إني ناسي الدواء بالمحل. فتحت لجيبه، لقيت الدنيا مخفوقة فوقاني تحتاني. اتصلت بالشرطة لأنه في مبلغ صغير مسروق. أخذوا زياد على التحقيق. وانا رح اقدم شكوى ضد مجهول لاني واثق تماما من براءة زياد. على كل حال زياد كان معي بهالوقت وانا مستعد اشهد. ما في لزوم تتعذب ابدا، بعدين ما بتمشي. شو يعني ما بتمشي؟ قصدك لاني محكوم سابق يعني؟ لا يا خي، قصدت اني هالقد واثق من براءة زياد. بعدين شكون ربك انه السرقه عندي على قد خفيفه، حتى الباب مش مخلوع ولا مكسور. شو يعني ما فهمت عليك؟ فالحرامي شو ادمي؟ معتز الا مفتاح وشويه اسيد حسب نتائج التحقيق. طيب ما اخذتوا بصمات؟ ما ابدا، بس درس وتعلمنا منه. رح نجيب اجهزه انذار اريح بال. بعدين يا خي هالمره انقضت هالقد، شو بعرفني مرة الجاي شو جاي. مرحبا حبيبي. اهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. انت كيف؟ كيف شو في اخبار؟ ابدا مثل العاده. ما في شيء جديد. ميرسي جنان، كلك ذوق. مسكين ابو بسام، الله يصبره ويقوي. ليه شو بيه؟ شو بها انسانيتك هلا طحشت دغري؟ بتشرب شاي بالقرفه جلال بيك؟ اذا من ايديك اكيد. كرم عينك، هلا بعمل لك فنجان. ابو بسام ريح خمس دقائق، شاي بالقرفه. تليفون. قايل لك شيء هو؟ لا لا لا، بس هي شغلت لي بالي لانه انسانيتها ما بتطحش هيك دغري. طب بتعرف بتعرف على جنان؟ ابو بسام. ها تفضل. ليك كيف بدنا نعرف شو في؟ تليفون لإلك. لك يا جنان؟ نعم. شو في؟ شو بو ابو بسام؟ بشي ابنه؟
شو قصة أبوك؟ شغل بالي عليك. شو جابك لهون؟ عرفت زياد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ولا يهمك، بوجودنا ما حدا بيقدر يأذيك أبدا. معلم تسمح لي غيب نص ساعة وارجع؟ ايه خد وقتك. شو الشباب؟ اطلب لكم قليلة؟ شو هالفوضى هي؟ اسمعوا، آخر مرة بأنذركم، إذا بعد مرة بيجي وبلاقي الفوضى هيك بطيروا كلكم من الشغل، بلغوا رفقاتكم. يعطيكم العافية. خيبت لك أملك؟ لا بالعكس، كبر قلبي لما سمعت عمو سعيد شو حكى عنك، وإنه بيك مستعد يدلي شهادته إنه كنتوا سوا. هو هيك قال؟ صحيح، أنا وناطرك مرق وحكينا شوي. بتعرفي؟ مع إنها كانت لعبة بس كنت رح جن امبارح. ما تعطي الهم، جلال بيك ما معه خبر بشي وغرقان بمرته. يا عال، الله يسعده ويبعده. شو هي؟ هيدي الوردة جبتها معي امبارح من السهرة. بس تفرجيك انه انت كل الوقت كنت ببالي، وجيت اليوم صدمت بالخبرية. انت دايما بقلبي. حرام عمو سعيد، ما بيستاهل، ان شاء الله ما بيتهنى فيهم هالحرامي. Thank you.